في المسائية. بوتين يصف دينامية العملية العسكرية بالإيجابية، ودول الناتو تمد كييف بدبابات غربية. هل دفعت النكسات الأخيرة الأطلسي إلى تغيير أدوات التسليح؟ وزير الخارجية الصيني في القاهرة ضمن جولة أفريقية، أي شراكات تبنيها بكين؟ وهل تحذر القارة السمراء من الفخاخ الأمريكية؟ المسائية تأتيكم يومياً الساعة 10 مساءً بتوقيت القدس الشريف.